إذا كانت أدى تحدى مع سيلفا وعلا. مستمعينا الكرام، يسعد لي أوقاتكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. وتحدي جديد 30 يوم من التحديات في حب الذات، 30 يوم تحدي وتمارين، وصلنا لليوم 27. معي أنا سيلفا ورا الميكروفون، وعلى الهندسة الصوتية والكوتش علا شوقي، بضمن يعني مثل ما بيقولوا تحدي جديد، اليوم جديد 27، تتعرف تحب حالك، تتحدى نفسك، تغير اللايف ستايل اللي أنت عايش على أساسه وترتبط بذاتك أكتر. تحدي اليوم هو تحدي رقم 27. علا، يسعد لي أوقاتك. يسعد أوقاتكم. اليوم سامح نفسك. طبعا يمكن هذا شيء من أهم الأشياء اللي نحتاج نسويها كل شخص فينا، يعني ماكو شخص أساسا ممكن يكون ما سوى أخطاء بحياته، أو ما شعر بالتأنيب، أو ما شعر بتقصير، أو أنه أخذ قرارات واختيار بحياته وبعدين رجع ندم عليها، إلى آخره من الأشياء اللي نحتاج نسامح نفسنا عليها. نسامح نفسنا ببساطة على كل أخطاء الماضي، على كل الاختيارات اللي طلعت ممكن غير صحيحة أو ما تخدمنا، على كل التأنيب اللي موجود في داخلنا، على أي شيء. ماكو شيء أصلاً ممكن أنه إحنا نظل نتحمل خطأ ويانا طول العمر، يعني ما نحاول أنه إحنا نشيل ويانا أخطاء الماضي إلى اليوم التالي وبالتالي اللي ورا واللي ورا، وراح تظل هذه الطاقة أصلاً تسحبنا إلى تحت. كل ما حاولنا أنه إحنا نتقدم، كل ما حاولنا نصعد، نحس أكو ثقل معين يسحبنا إلى الوراء. هذا هو عدم التسامح. طبعاً التسامح مع الذات أولاً. إذا حسينا بأنه إحنا ممكن ما نقدر نسامح نفسنا على أخطاء ممكن بنظرنا هي فقط كبيرة أو لا تغفر لها، أو اختيارات خاطئة جداً بعدني دا أدفع ثمنها لحد هذا اليوم، إذا أجانا هذا الإحساس وحسينا أنه إحنا ممكن ما نقدر نسامح نفسنا، راح نستقبل التسامح أو المغفرة من الله، من روحنا، من ذاتنا العليا، حسب شنو اللي نحسه إحنا في داخلنا. فالتسامح هو من أهم الأشياء اللي يحتاج كل شخص بينا إنه يسويها، يسامح نفسه على كل الماضي، اختيارات الخطأ، الأخطاء، لا تسحبها معاك إلى اليوم التالي. المستقبل هو الماضي بعد التشافي. جميل جدا مستمعينا، وهيدي 360 خط تحت كلمة سامح نفسك. لأنه إذا عرفت تسامح حالك في كتير أمور بالحياة بقلك إذا بدك إياها تصطلح سامح، وراح تسامح الآخرين أيضا، سامح الآخر مثلا، تتعرف تتعامل معهم كانوا متزوجين ولا زملاء ولا أصدقاء ولا عائلي. اليوم إذا ما عرفت تسامح الآخر ما بتصطلح، أو ما بتصطلح الأحوال، ما بترجع العلاقات، ما بتعرف تتعامل مع الآخر. فالبداية من وين بتبلش؟ منك أنت. إذا عرفت تسامح حالك يعني رح تعرف تسامح كتير أمور وكتير ناس حواليك. اليوم هو تمرين رقم 27، تحدي جديد، سامح نفسك. شكرا لك علا، يعطيك العافية. وبترك المستمعين مع هذا التحدي اللي بده قعدة مع الذات مزبوط. إذا عرفت تسامح حالك معناته أنت قربت كتير من احتواء نفسك وذاتك. إذا كنت أدى يلا تحدى. إذا كانت أدى تحدى مع سيلفا وعلا.